ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير تفضلوا. شكرا. تفضلي. كيفك أرشي؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة خالتي. خالتي وينو شوريا؟ هو فوق رح ينزل بعد شوي. بصراحة ما ضل وقت للعرس، قلت بيجي وبحكي معكم شوي. بصراحة بابا خجلان يحكي بالموضوع. ليكي خالتي، أنا بدي عرس بسيط، بس بابا هو عم يفكر بشي تاني. قابل الصبح هالشخصين جوهي وهاد روشان منظمين أعراس. بتحبوا تشوفوا المطرب يلي رح يغني بالعرس؟ هو موجود برا. أيه طبعاً. تعالوا رح أعرفكن عليه. تفضل. بالإذنكم. شكراً. إيه مزبوط، بس أنت لازم تحط ببالك، لازم تتحمل هالمخاطرة. تفضل. الظاهر لازم ذكرك، إذا كنتي ببيتنا أو بدلهي القواعد هي نفسها وما في شي تغير أبداً. شو أنا يلي قلتلك؟ تنسى جزدانك جوا؟ كأنك عم تتزاكي علي كتير، بظن لازم علمك درس ما عاد تنسي أبداً. فوتي. مين هدول اللي هنيك؟ شوريا؟ تعال ابني خلينا نفوت. أمي مين هدول اللي مع أرشي؟ حابي أعرفك على هدول الأشخاص، منظمين أعراس. أمي أنا شو قلت لك؟ ما بدي مظاهر بلا طعمة، بس أنتي أمي لك. شوريا ابني، هذا زواجك الثاني، بس هو زواج أرشي الأول. أنتي فكر باللي رح يحسوا أبوها إذا ما كان عرس بنته الوحيدة ضخم. لو سمحت ابني تفهمهم رجاءً. نيف. ايه يلا 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 يلا. ايه يلا يلا. نيف نيف. ايه نيف، كم مرة قلت لك عود مش عم تدرس؟ قلي لشوف، انت ليش ما عم تدرس؟ ما بدي نفذ يلي عم تطلبيه. يلا سكوت وإلا رح اضربك على وشك. تعال بس خليني طالع حجرتي من هاي الغرفة. نيف نيف. ماشي، ما رح تلاقي حجرتك ابدا، وهي عقوبتك لانك ما عم تسمع مني. نيف وقف لشوف. نيف قوم، نحن مو قاعدين ببيتنا. اذا ضليت عم تاذي رفيقك رح يطلعنا اكيد من هون ورح نرجع على بيتنا. لا لا انا بدي اجيب حجرتي. نيف خلص اسكت،
تعال وبلش دراسة، عم تفهم؟ يلا يلا. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي تفضلي. ليش تعذبتي؟ كنا أجينا لعندك. لا لا عمو، ما في أي مشكلة بصراحة، هنن بس حابين يشوفوا آلاتك الموسيقية، لأنه المسرح رح يتجهز على حسب الآلات اللي أنت رح تستخدمها. حقيقة أنا ما عندي إلا هالآلة القديمة وصوتي، أنا ولا مرة عملت عرض بأكتر من هيك. حلو عمي، شو عم تطبخوا؟ من ريحة مبينة كتير طيبة. يا جولي شو عم تطبخي؟ فطاير مقلية. بينتا طيبة. ماشي عمي، قلن شو الآلات اللي بدك ياهن ونحن رح نجيب لك ياهن كلهم. ايه طيب. ماشي. تفضل. أنا متأكدة كتير إنه طعمة هالأكلة طيبة مثل ريحتها تماما، مو هيك؟ ايه ايه مثل ما بتكون. إذا ما في مانع بتعلميني كيف ساوية؟ ليش لا؟ أنا رح أجيب لك الكرسي لهون. أنا رح أعمل كل شيء، أجهز كل شيء. شكرا لك. تفضلي. وأنت عليك تغني بطريقة منيحة، كل شيء رح يكون تمام. لازم هيك الوضع تمام. رح نحط الآلات بشكل دائري. شكرا. بتمنى يكون شيء منيح. هذا بيسرني. الوقت المثالي للهجوم، هلأ لازم بلش. أول شي منعملهم مثل الطابة وبعدين نقليهم بالزيت، بعدها منعمل القطر ومنغليه بالطنجرة ومنحطهم. ايه اتفقنا. لازم يكون كل شي ظابط هيك، بتدوريهم مثلي. هذا كتير. انت خبرك بالتجهيزات. انا رح اعمل كل شيء. ايه تمام. ايه بسيطة بسيطة، كل الامور بسيطة. يعني بهالشكل هذا رح يعجبكم عزفي وصوتي. مثل ما حكينا لازم نرتب الآلات. أمي. شو في؟ شو صار؟ شو هاد؟ سلامتك. أمي أمي ماما أنا أصف كتير. أنت انحرقتي. ليش ما انتبهتي؟ ليش ما انتبهتي؟ أنا لازم نروح على المشفى فورا. أنت حرقتي رجل أمي. انت وحدة مو منيحة وسيئة، انت حرقتي رجل امي. اسكت يا ولد. انا عن جد ما سويت هالشي، صدقوني. هو ما بيعرف شو عم يقول، انت لا تردي على حكيه. اسكت. نحن لازم ناخدها على الدكتور هلا فورا. لا تروحي ابدا مع هي السيئة يا امي، هي وحدة قوية. تمام، معناها رح جيب معي قائمة الضيوف. صحيح أرشي وين راحت؟ على مهلك على مهلك. ماما ماما. هالولد المزعج رجع إجا. نيف استني. ماما أنا بدي روح معكم. ماما نيف ماما. نيف ماما نيف شوفي حبيبي. قلي. يلي اسمه أرشي حرقت له رجلة لأمي. شو؟ شو هالحكي؟ أنا بعتذر نيف. تعال. ما في شي، الزيت وقع على رجل كنتي ونيف عصب كتير ولحقن لهون. شو؟ اهدى اهدي يا بنتي اهدي، لا تخافي. شوريا انا بعتذر اني رحت بدون ما خبرك، بس انحرقت رجل امه لنيف بالزيت وانا اخذتها على المشفى. بس ليش نيف عم يقول انه انت حرقتيها؟
شوريا، ليش لحتى أعمل هالتصرفات؟ شو رح أستفيد من هالعملة؟ هي كانت عم تعلمني كيف بساوي الفطاير المقلية، فجأة نقلبت الطنجرة، بعدين نسكب الزيت المغلي على رجله ونحرقه. طولي بالي. أنا بعتذر كتير على اللي صار. أخذتها فوراً على المشفى. فأقول لنيف إني ماني سيئة وما عملت شي بنوب. أنتوا على أي مشفى رايحين؟ جاي لعندكم. لا ما تقلق، ما في داعي تجي، كمان بنفاري راح معنا. أنت خليك مع نيف، هالشي كتير مهم. طولي بالي. ماما أنا بدي روح لعند أمي. ماما نيف خلص ابني. ماما نيف تعا حبيبي، مو أنت بطل أمك؟ ليك أمك انحرقت ومع هيك هي ما بكيت، حاجة تبكي أنت. هلأ شوي وبترجع. أنا بس بدي روح لعند أمي. يلا رح نخلص. هذا صوت النار معقول يكون جاي من البيت؟ ليش أنا ما عم أقدر أتذكر؟ ليش ما عم أقدر أفهم شي؟ خبريني راح الوجع؟ على مهلك يا بنتي، على مهلك. بنتي انتي منيحة؟ هي رح تتحسن. في أدوية مشانة أنا رايحة أجيبه. شكرا كتير إليك. اهدى شوي، مثل ما أنا قلت لك على التليفون، وقت رحت على بيت ميهيك عرفت أنه انكسر عنده عظم الكاحل وحطوا له صفيحة لحتى يلتحم. إذا كانت فاندانا هي ميهيك رح نتأكد من تقرير الأشعة، هي اللي رح تكشف هي الصفيحة. هالشي كتير مهم دكتور. آرشي انتي رفيقتي، لو سمحتي بس هذا الشي لازم يضل سر بيناتنا. اكيد دكتور، وساق فيني. طيب رح جيب التقرير لهون. اكيد ما نامي هيك. لا مستحيل. هي التقارير. أنا ما عم صدق، كيف صار هيك؟ لا هالشي مستحيل، فاندانا ومي هيك نفس الشخص. بكفي خلص سكوت. أسرع وافتح لي الباب. انبسطت مو هيك؟ رح تفوت وتجيب ألعابك. ايه ستي مبسوط كتير. رح رد عليه. ألو؟
منيح، بس بالأول هو بكي كتير. كيف صرتي؟ ستي أنا بدي أحكي مع أمي هلأ. إيه خدي نيف، أحكي مع أمك. ماما أنت عم تتوجعي شي؟ لا حبيبي أنا ما عم أتوجع، أنا كتير منيحة. نيف دير بالك على حالك. شكرا يا بطل. اهلا وسهلا ستي، واخيرا رجعت لحجرتي المفضله. جدي قال لي انه لازم تاخدي من هذا الدواء ضروري، حتى لو كان طعمه مر لازم تتحمليه لحتى تطيبي. حاضر ابني دكتور، مثل ما بدك. شو انت مو شايفه قدامك؟ ماما انا حابب احكي لك حكايه. قديش مبسوط فيكي، بس بصراحه هو عذبنا كتير وقت انت كنتي بالمشفى. منيح انه سيد شوري انتبه عليه كتير، والا ابنك ما كان رح يرد على حدا. عمو شوري البطل جاب لي حجرتي المفضله من الغرفه، انا اكثر شخص بحبه. الحجرة يلي بلعب فيها عن جد كتير بحبها. ايه امي، وانتي اللي لي شو اكتر شي بتحبي بهالكون؟ اكتر شي، اكتر حدا بدللني بهاي الدنيا واكتر حدا بيحبني هو نيف. بس انا ما بكون غلط، انا نيف بكون. غمضي عيونك، انا هلا حابب العب معك لعبة. اه ماشي غمضي. هلأ فتحي عيونك. انت سويت لي اياها لهي نيف؟ ايه نيف يلي عملها. نيف لافز مام. ماما بظن انه الناس بيصيروا اذكى وقت ياكلوا ضربة على راسهم. ما كان فيكي تقرأي انجليزي من قبل، بس بعد ما انضرب راسك بلشتي تقرأي انجليزي. نيف ما بحب، انا كيف قدرت إنه أقرأ هلأ إنجليزي؟ قبل ما تتذكر أي شيء، أنا لازم لهيها بشي شغلة. حاجة تزعج أمك، خليها ترتاح وتنام. تعا معي لبرا، يلا قوم. الحياة هون بدلهي غالية كتير، يعني مثلاً سعر البندورة كتير غالي، ما أنا متاحة لناس مثلنا، مو هيك يا بنتي؟ مزبوط يا خالتي، هاي مدينة والمدن بتكون كتير غالية. لازم ترتاحي. ايه يلا يلا امشي معي. انتي عمية مو شايفة قدامك؟ كيف قدرت تتخطى الموت؟ انا ضربتها على راسها بالعصاية وكمان دفشتها على النهر. اذا بتكون هي هيك معناها لمين الجثة اللي التقت؟ كانت بتشبهها كتير. مين بتكون؟ اذا هي هي هيك
ليش ما عم تخبر الكل؟ ليش الصفيحة المعدنية على كاحلة إذا ما كانت هي نفسها؟ أنا لازم أعرف بأسرع وقت هاي مين بتكون وشو بدها. لازم انهي هالموضوع بسرعة. نظفت البيت مبارح، بس هالعنكبوت هاد رجع عمل شبكة مرة تانية بالزاوية. ماشي. شو هاد؟ مبين انه في صورة هون. موجودة بهي الصورة؟ إذا مندار بيشوف هاي الصورة هو أكيد رح يفهمني غلط. شو هاد؟ شو اللي عم يصير؟ رتبوني منيح. طيب ولا يهمك، أنا بزبطها. ماشي خلص، لا تاكل هم. انا ليش حاسس انه مهك عم تناديلي؟ فندانا، أول شيء قليلي شو صار؟ ليش متلبكة كل هالقد؟ فندانا، خدي نفس عميق، خدي نفس عميق، اهدي وحكيلي شو صاير معك. رجلك محروقة، خبريني ليش هيك عم تركدي؟ خبريني شو صاير؟ شو هي؟ شو هي؟ قليلي هي الصورة من وين اجت؟ قليلي هي مستحيل، معقول حدا يعمل فيني هيك؟ هيك مسحة غليظة كتير. أنا ما عم أفهم شي. ليكي بترجاكي احكي لي، أكيد بتعرفي شو القصة، احكي لي بترجاكي خبريني شو هالصورة أو كيف صار هذا الشي. يا ترى بحياتي ما شفته للسيد كنا، كيف صار هذا الشي؟ وإذا ما شفته بعمري كيف أنا بالصورة وكيف اتصورت؟ تعي معي. لك انت فاتي عليك، انا عم حكيكي عم حكيكي، ردي على كلامي جاوبيني. جيفان ما عم بتحمل تصرفاتها. نعتذر منكم، رجعوا بعد شوي، لسه بدنا شوية وقت. بعرف انك كنت تحبي مهك، بس عم تتصرفي بلا وعي، وانت بتعرفيني منيح، انا ما بحب ازعجك بنوب. يعني انت ناوي تخربي حياتنا؟ جيفان شو بدك رافي؟ خلاص بعدين نحكي بالموضوع. وليش ما بنحكي هون يعني؟ أه.
هالمرة مو مبين الخناقة عادية بين عمي جيفان والخالة كانتا، لا مبين الموضوع كتير جدي. شبكي انت ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ الحقيقة رح تصدمك كتير إذا حكيتها. شو هي الحقيقة؟ بترجاكي خبريني بكل شي. الدنيا لعبت معنا لعبة غريبة كتير نحنا التنتين. هيمي هيك مرت شوريا الأولانية، بس هي هلأ ميتة. ايه نيهال؟ شو عم يصير؟ ليش معصبين؟ وليش هيك عم يتقاتلوا؟ الليلي موهيت أخي اليوم انتقل من مدينته لبنغالور. طيب هالشي مو أحسن إله؟ ايه بس خالتي بدها تنتقل على بنغالور للأبد. شو؟ هي ما ناقشت حدا بالقصة ولا حتى خبرت حدا، فجأة أخذت هذا القرار. ما بدها تبقى بدلهي ولا حتى هون، وخاصة بهالبيت. رجاء شوريا وعدني ما تتدخل بالموضوع. ايه وإلا الأمور رح تصير أسوأ. بس هي مبينة نسخة تبقى الأصل عني أنا. تماماً، مشان هيك انصدمت هداك اليوم وقت شفتك بعيد الأنوار. أنا فكرت إنه ما هيك رجعت، كان لازم خبرك هالشي من قبل، بس ما كان عندي القوة لهالشي. فكري بالموضوع، إذا أنا انصدمت من شوفت واحدة بتشبهها هالقد، كيف رح تكون حالة شوريا قليلي؟ هو بعد موت مرته فقد حبه للحياة نهائيا. بس أنا حاسة حالي إني عم اتطلع بالمراية. أنتو نفس الصورة بس مختلفين، أنتي وهي كأنه توأم. أنتي بتعرفي شغلة؟ إنه شبيهتك مهيك كانت بتحب الطبخ كتير، كانت مشاركة ببرنامج تلفزيوني وأخذت الأولى بالمنافسة، كانت طموحة كتير، وكان حلمها تتزوج رجل أعمال مهم مثل شوريا، وأمنيتها هي تحققت. بس انتي كان حلمك تتزوجي رجال مثل ماندار وتعملي عائلة صغيرة. هي كان بدها تصير مشهورة وإلى اسم، بس انتي ما بتنتبهي لهيك قصص، لهيك ما فيك تكوني مثلها أبدا. مختلفين عن بعض كتير. يلي بدي أقوله انك صورة طبق الأصل عنا بالشكل، بس انتي ما بتشبهية من جوا. عندك حياتك الخاصة، وكمان عندك زوج وولد بيحبوك كتير. هديك كانت مرته، توفت وما عاد ترجع عالدنيا. مشان هاد الشي لا تخلي شوريا يشوفك ولا بأي مكان. فندانا إذا بيشوفك رح يرجع يتذكر مرته عن جديد، ورح يرجع يدمر حياته إذا بيتذكر بعد كل المعاناة مشان ادعمه. أنا ما بكون بس صديقته وخطيبته اللي بده يتزوجها، أنا كمان دكتورته. ما رح أقدر أتحمل شوفه قدامي عم ينهار مرة تانية. ليكي عمي جيفان استنى دقيقة. خالي كانتا أنتي ما رح تتركي دلي، هذا بيتك وهي كلها عيلتك. أنتي تعذبتي كتير بحياتك لحتى أسستي حالك بهالمكان، ما فيكي تتركي كل شي وتروحي من بيتك هيك، رح تظلمي كل العالم معك وهذا الشي غلط. وحضرتك هلأ بأي صفة جاي عم تتدخل بأمورنا العائلية؟ كانتا أنا ما رح أقبل منك ولا أي نصيحة بتخص حياتي، خلي نصايحك تنفعك. على فكرة أنت بتعرف ليش بدي أترك دلهي وروح؟ لأني ما بقدر شوفك بقى. أنت قدرت تنسى بنتي مهيك ومبلش حياة جديدة وسعيدة مع واحدة تانية، فيكن تقولوا عني أني بلا إحساس، ما أنا مشكلة عندي، بس الحقيقة إنه أنا ما عم بقدر شوفك مكمل حياتك من بعد بنتي مهيك، وبدك تتزوج وحدة غيرها وتعيش حياتك سعيد. مشان هيك أنا رايحة وتاركت لكم دلهي إلكم. أمي وينك أنتي؟ أيني في جاية؟ ليكي بترجاكي ما تقلقي، ما
رح يصير شيء ابدا. انا بوعدك انه السيد كنا ما رح يشوفني، لاني انا عملت السنه الماضيه حادث كتير قوي اثر على راسي، ولهيك فقد ذاكرتي من وقتها، مشان هيك ببين ماني مرتاحه وعم دقق بكل شيء. بس انا رح اتعافى لانه معي كل عيلتي جنبي وعم تساعدني، وعندي ابني نيف كمان. خليكي منتبهة إنه ما تخلي حدا من عيلته كلها كمان يشوفك شوريا، وكمان عيلته لسه ما فاقوا من صدمتهم بفقدانك كل هالوقت هاد. إذا هلأ بيشوفوكي رح خلص. لا تاكلي هم، ما حدا رح يشوفني أبدا، ما رح خلي السيد كنا يشوفني، أنا بوعدك بهالشي. ما تفكري بالقصة، خالتي انتي ما رح تروحي لمكان، هون بلدك وقضيتي كل حياتك بهالمدينة هي، منشان هيك ما رح تروحي. أنا اللي رح أترك هاي المدينة كلياتها، وبوعدك ما عاد تشوفيني بعد هلأ. هذا وعد مني إلك، رح أنهي أموري هون وسافر لمكان تاني خلال كم يوم. شوريا، انتي انسي كل شي هلا وركزي منيح على عرسك. انتي بتعرفي في شي كمان مهم بتتشاركي فيه مع مهك، اتنيناتكن بتملكوا قلب كتير طيب، وسعادة غيركم بتهمكن اكتر من سعادتكم. شكرا الك. أعمل كل اللي بقدر عليه حتى ضل مع شوريا كل حياتي. ما حدا لازم يعرف هي الحقيقة، لازم اتزوج من شوريا بأسرع وقت، وكمان لازم خليهم يرجعوا كلهم على ضيعتهم. تمام، بعتقد اتأكدت من كل الضروريات. لازم نعقد الزواج خلال 3 أيام أو بدكم تنتظروا لبعد 7 شهور؟ معقول يا حكيم؟ كيف بدنا نخلص ترتيبات بهالمدة؟ 3 أيام كتير قليل، كيف الواحد بده يجهز لزواجه بهيك وقت؟ لو سمحت حكيم خليك عملي، أكيد في وقت تاني. إيه؟ ما في طريقة غير هيك، ما في ساوي شيء. لو في مجال كان أن الحكيم هذا الشيء، أو بعد 7 شهور معقول ننتظر لوقتها؟ هالشي مو معقول. هريش، كارونا، شو رأيكم؟ إذا الواحد معه مصاري هاي الترتيبات بتصير بثلاث ساعات بس، مو محتاجة لثلاث أيام. معك حق أستاذ، إذا في إرادة رح نلاقي ألف طريقة لنحلها. معناها تمام، بس بقي موافقت شوري. أنا موافق. ورح جهز حالي بسرعة خلال هاي الفترة. هيك ممتاز، تماماً هذا اللي بدي إياه. بعد 3 أيام شوريا رح يكون إلي. بعد هذا الزواج رح انتقل على مومباي فوراً وللأبد. بدك تنتقل على مومباي وللأبد؟ شو قصدك؟ هذا مو وقت المزح أبداً. الهيئة أنه ابنك بيحب المزح، عارفان شو قلت؟ رح فهمكم القصة، بس قراري هاد قرار نهائي. بعد زواجي من آرشي رح ننتقل على مومباي، ورح نعيش هنيك على طول.
بدك تنتقل على مومباي؟ قطعت وعد وناوي أوفي فيه عن جد. أنا إذا ما بترك هالمدينة هي فخالتي كانتا رح تسافر منها، ما رح أسمح لهذا الشي يصير. شوريا، أنت عم بتفكر بكانتا وعيلتا يتركوا المدينة وما أنك عم بتفكر فينا أبدا؟ هذا مو عدل أبدا ابني. لا أمي، هذا مو غلطهم، أنا اللي عم أغلط وأنا اللي خلفت بالوعد اللي قطعته. أمي، أنا فقدت لمهك كمان. أمي لا تخافي، أول ما أنتقل على مومباي وأسس شغل منيح هنيك رح جيبك لعندي لحتى تعيشي معي أمي. بس ابني. ومو بس هيك، أنا رح ضل أتذكر مهك إذا ضليت بهي المدينة. أنا بعرف إنه كنت لازم ناقش هالموضوع معكم. ماما كمان أنا ما خبرت أرشي بهالقصة، صدقيني. ما في ضرورة أبداً إنك تخبرني، أنا بدعمك بأي قرار أنت بتاخده. أمي بدي منك توافقي على قراري هاد، لو سمحتي أمي رجاءً تقبلي الموضوع كرمال عيلتها لمهك وكرمال مهك. فيكي ما تسامحيني إذا بدك، بس رجاءً خليني نفذ وعدي أمي رجاءً. طيب رح روح خبر العيلة. خالتي، نحن بهالحياة لازم نتعود على كل شي، لا تقلقي، مع الوقت هالشي بيصير عادي. أنا آسفة شوريا، كل شي صار على السريع. ما في داعي للاعتذار أرشي، هذا الشي مانو غلطك. أرشي بدي قلك شغلة من هلأ، هذا الزواج ما بيهم، بس أنا عملته من شان عيلتي وبس. رح أبذل جهدي لحتى أكون شريك حياة منيح مو أكتر، بس مستحيل أني أحبك. ماني متأكد قديش رح نضل مع بعضنا. أنا بعتبر إنه مهك هي حبي الوحيد وكل حياتي، وهي الحقيقة ثابتة عندي وما رح أقدر أغير هالشي. بعرف إنه مهك ما عاد رح ترجع، بس الوقت اللي قضيناه سوا أنا وهي مستحيل أقدر أنساه. ومع إنه هي مانا موجودة هلا، بس أنا حاسس إنها قريبة وعم شوفها، على الأغلب أنا عم بتخيلها، بس إحساسي هي حقيقة. مهيك مهيك بدي اقتلها، ما رح اسمح تجي قدام شوريا وما رح خليها تدمر حياتي بعد كل اللي عملته قبل ما تبلش. أرشي انت منيحة؟ انا كتير آسفة شوريا، ما كان قصدي مثل الفازة، في كتير شغلات بتنكسر كمان. وقت بتحاول تجمع الشي اللي انكسر ما بتقدر أبدا، مثل الذكرى. شكرا أرشي، انتي لطيفة، بتمنى لو أنا بقدر فعلا أقدم لك اللي بتستحقيه. انت معي وهاد كل اللي بديه، بس انتبه على حالك، أنا رايحة. رح أعمل اللي بقدر عليه حتى تبقى معي طول العمر، رح أعمل كل شي حتى خليك تنساها وتطالعة من حياتك. أنت رح تكون إلي أنا، أنت إلي أنا شوريا.
ايه انت يلا اطلع من هون. ايه ماني رايح، بدي فوت لجوا هلا. انت بتعرفني حتى تمنعني؟ ها انا متعاهد الاكل بهذا البيت، ما رح اطلع لبرا. يلا اتركني اتركني، بدي فوت لجوا، اتركني. ها بس انت مقيم ببيت لضيوف، لازم ترجع هلا لغرفتك. اتركني بعد عني، يلا روح من وجهي. الزلمة مقرف. الحلاوة كيف طالع؟ كل لسه بترجع. إذا بتحبني كمان كل. مهك. ما تترك منا أي شيء. طعمة الحلاوة مثل اللي كانت تساويها مهك، عن جد مو معقول. مين؟ في بنت ردت على التليفون وصوتها كان كأنه نفسه، صوتها لمهك. مهك. هي الحلاوة أمي اللي عملت لي إياها. بس جدي أخذها مني وعطاها ياها. معناها أمه لنيف هي بتكون مهك. مهك هاي الليلة ما حدا رح يزعجنا أبداً طول الليل. لك يلا لا تعذبيني. عم لك خدي شوي تعي. Mm.